أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. معالي الشيخ حفظكم الله، نحن في شهر التوبة، وهذا أحد الإخوة يقول: ما المقصود بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما؟ نعم، يقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله، فالله أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب إليه، وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أي المعاصي بجهالة، والجهالة هنا عدم الحلم، الجهالة هنا عدم الحلم، وليس المراد بها الجهل بالأحكام الشرعية، كما في قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم.